هشاشة العظام دي بتحدث زي ما انت قلت كده في السن الكبير، نتيجة ان بيحصل فيه ان التكوين بتاع العظم نفسه بيتغير عن التكوين الطبيعي. احنا عندنا الطبيعي في اي نسيج في جسمنا سواء عظام او غيره ان دايما في خلايا بتبني وخلايا بتهدم طول تمام. الوقت. يعني العظمة دي مش هي ثابتة كده زي ما احنا شايفينها، لا ده طول الوقت واحنا قاعدين طول الايام والسنين والشهور في خلايا بتبني فيها وخلايا بتهد فيها. في السن الصغير الخلايا اللي بتبني اقوى وليها اليد العليا عن الخلايا اللي بتهدم. كل ما نكبر في السن كل ما الخلايا اللي بتهد العظام يبقى هي اللي اقوى والخلايا اللي بتبني العظام تبقى اضعف. فده اللي بيحصل، ان في السن الكبير تبدا الخلايا تهد في العظام، تبدا النسيج اللي هو الشبكي بتاع العظام اللي هو فيه الكالسيوم وفيه الفوسفيت فوسفور. وفي كل الشكل بتاع العظام ده يبدا ان هو يتهد ويتفك من بعضه، اللي بنسميه الهشاشه او ترقق العظام. تجويف يعني. اه بالظبط. يبقى العظمه بدل ما هي كثافتها عاليه، كجو. بدل ما هي مصمطه وقويه وكثافتها عاليه، تبدا ان هي تبقى زي بتجور. الشبكه الواسعه. يعني بدل ما هي كانت شبكه ضيقه ومقفوله على الاخر، تبدا تبقى شبكه واسعه. ده بيؤدي في الاخر ان يبقى المريض ده اكثر عرضه انه يحصل له كسر لا قدر الله عن غيره. كسر من اصابه بسيطه، يعني مش لازم ان هو بقى، يعني احنا في السن الصغير المريض اللي ما عندوش هشاشه محتاج خبطه جامده علشان يتكسر، محتاج حادثه عربيه لا قدر الله، محتاج كذا. لكن في السن الكبير ممكن وانت في البيت ممكن من اي خبطه بسيطه يحصل الكسر ده، نتيجه ان العظم اصلا بقى ضعيف مش زي الاول. ازاي نتجنب الكلام ده؟ نتجنب الكلام ده مهم جدا، ان احنا الكلام ده طبعا اكثر عرضه في السيدات اللي هم الكبار اللي هم بعد ال50 وال55 سنه وكده، لان هرمون الاستروجين خلاص بيبقى مش موجود. وهرمون الاستروجين ده احنا كنا قلنا ان هو بيعمل مشكله شويه للاربطه، لكن هو في العكس بقى بالنسبه للعظام هو بيقوي العظام. فلما ينقطع هرمون الاستروجين يبقى خلاص السيده دي اصبحت معرضه ان هي يجي لها هشاشه عظام فعلا. تمام. فبالتالي بنبدا ان احنا نقول للست دي لا، انت لازم تخلي بالك ان انت لازم تاكلي اكل فيه كالسيوم كتير، اكل فيه فيتامين د كتير. يبقى النصائح عموما للسيدات وغير النصائح السيدات. للسيدات وغير السيدات، لكن انا بتكلم للسيدات بالذات بعد سن ال50 سنه، لازم الكلام ده ياخدوا بالهم من كويس جدا، تمام. لان احنا مش عايزين ان يحصل الكسر وبعد كده نرجع نتعامل معاه. احنا عايزين هشاشه العظام الوقاية. الوقايه خير من العلاج. صحيح. مهم جدا ان انت تتجنب الكسر من الاول بدل ما تخش في المشكله اللي هي ممكن تحصل كده. فهو دي قصه هشاشه العظام، يعني ببساطه كده تمام. ان احنا ازاي نتجنبها، لان الكسور اللي بتحصل منها بتبقى في سن كبير وبتبقى علاجها صعب وبيبقى بتطول في العلاج، فبالتالي بنحب ان احنا وتؤدي نتجنبها من الاول لمضاعفات وتؤدي المضاعفات لانها بتبقى في سن كبير بس، عموما، وبتبقى كسور صعبه، يعني ما تبقاش كسور سهله. لان خلاص العظام بالظبط، ما فيش خلاص حتى العظم قوته على الالتئام اللي هي جايه من الكالسيوم فمش وكده هيتحمل اي صدمات قليله. يعني. بالظبط كده. تمام يا دكتور. بالظبط.